سلام سلام بنات، كي صبحتوا؟ غاية لاباس، ناشطين، فرحانين، هانين، سانك سانك كيف العادة. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، باش تمنيتوا وصباح الخير وصباح الهنا والتيسير، باش تمنيتوا ان شاء الله كاع اللي تمنى في هذه الصبحية شي حاجة الله يوفقه. نتوكلوا على بركات الله. انا صبحت على لاله وها خيتي، صبحت على لفت المره. ما قدتني فرحه اليوم هنا في فرنسا، باش تصيبوا هذا اللفت المره طير لكم، تعرفوا زعما لقت عسيها باش ما يدوهاش. عزيزه علينا بزاف هنا، مي لو بروبليم سي غار وين يجيبوها، معليش خمن والو كيما قالك، مهم ما يجيبوها لنا ساعه ساعه. لفت المره غادي نعرفكم باللفت المره. هاد اللفت المره لا بليبار كيما نعرفوا اللي ياكلوها واللي يعرفوها ويعرفوا قيمتها صحاب كيما نقولوا صحاب الدخاز، تلمسانين، صحاب مغنيه، مسيردين، هادو يعرفوها بيان. مي جو كخوا صحاب الشرق والغرب جو كخوا ما يعرفوهاش بزاف. في الغرب بالك شويه باسكو قريب لنا صحاب الدخاز قريب لنا حنايا، مي صحاب الشرق ما نظنش لا يعرفوها. مهم شوفوا كي دايره، هي تجي لفت مي ماشي حلوه تاع الطعام، تجي اللفت هذه مره فيها بنت المروريه وفيها هذا الشعر كيما راكو تشوفوا هكا. هذه دائما نديروها حنا طاجين باللحم، كان يديرها مع الطعام تاني بالخضره مع الطعام، كان يديرها وحدها غير بالحمص كيما انا غادي نديرها اليوم. كل واحد والطريقه تاعه في الطياب تاع هذه اللفت المره. وبالمناسبة تحية كاع على صحاب تخيز، سيغتو بالمناسبة تفكرت وحدة صاحبتي قالت لي ماما راهي تتبع فيك وعجبتيها، شنقولها؟ نقولها طاطا ماما أمينة مرحبا بك عندي في قناتي وعلى راسي وعيني، والحاجة اللي تجي في خاطرك قوليها لي في كومنتار ونديرها لك، ما كاش مشكل. وانتي عاوليني غير بجام ودعاوي الخير، هذا ما كان. نبدو على بركة الله. انا لفت المرة شندير فيها، هي نورمالمون هذه هي الطريقة، مي ما على باليش كل وحدة وكيفاش. نديرو فيها صح طراف تاع اللحم كيما نعرفوا اللفت المره ما تجيش بالدجاج، يجي باللحم. كاع هاد الطواجين اللي يجوا كيما هكا تقال يجوا باللحم، كيما برقوق كيما محمر كيما، يجي باللحم شباب على الدجاج. الدجاج نعرفوه غير تاع كوشه وتاع روز وتاع لي بات، انا نقول لكم. الطواجين يبغوا اللحم اختي، ديري حي طريفه اللحم على حسب مقدورك وحسب العائله، ديري غير طرف تاع البصل، انا هذا وغادي نقسمه شويه باسكو هي ما تبغيش البصل تبغي الثوم، غير شويه من البصله نديرو حبيبات حمص. عندنا هنايا الثوم وطوماطيش تاع قوطي مغرف، وغادي ندير غير ملح وحرور وفلفله حمراء، هذا ما غادي ندير فيها باش بنت اللفت المره تقعد بنتها ما يجي فيها لا قرفه لا سكنجبير. انا نقول لكم لا غوسيت نيشان الاصليه هذه هي، ودوك نوريكم طريقه التنقيه تاع اللفت المره. ونبدأ على بركه الله. انا غادي نبدا بالمرق ومن بعد عاد ننقي في غردي هذه. غادي ندير لاكوكو تاعي دجات، ما غادي نديرو كلش على المباشر، ما غادي نمحي ما غادي نطفي ما غادي نقص ما والو. ديريكت بخبطي بسرعه. فوالا هاني درت الزيت تحما، غادي لاكوكو غندير فيها شويه تاع الزيت. هي من الاحسن ديرو بالحم بقري كيما انا غادي ندير هذاك الطرف، غادي ندير طرف الحم بقري. ولقيت عندي زوج طراف صغار تاع رقبه فوالا، باسكو باللحم تاع الغلمي تجي ميدمه بزاف، الا كان درتو اللحم الغلمي وفيه لا غريس هذيك ما تكثروش الزيت. والبقري ما فيهش الا الزيت بزاف، مالغري سان مانيش ما كثرتش انا درت، يا ربي هنا زوج مغارف وشويه ماشي بزاف. المهم خليها تحمى شويه ونبدا نكمل الزانغريديون الباقيين. هيا بعد ما حمت الزيت غادي نقلي اللحم. بسم الله غادي نسي نحمره شويه في الحواشي باش يعطينا صادون هذاك لوغو شباب. ونولي لكم هو بعد ما قليت اللحم مليح غادي ندير ديك البصله اللي وريتكم، قلعت منها طرف درت غير شويه وقطعتها هنا رقيقه، وغادي ندير المغرف تاع الطوماطيش تاع القوطي تتقلى. شوفوا جربوها الطوماطيش تاع القوطي مي تقلبوا قلوها مع اللحم فريمون تجي بنينه، المرقه تاعها تجي فيها كول شباب. قليها مليح مليح عاد ونديروا الثوم ولي زانغغيديون الاخرين وراكم معايا. هاد المرحله ندير الثوم تاعي فوالا ها كما راكم تشوفوا، خليه ثاني شويه ما خلوش الثوم ينحرق، غادي نديرو فيه فتاته ما ونديرو العطريه. وبعد ما تقلى الثوم ما خليتهاش ينحرق ندير فيه غير شويه تاع الماء فوالا، نطفيه باش ما ينحرقليش عاد ونديرو دروك الاخر لي زيبي تاعنا. بسم الله كما راكم تشوفوا هكا، نديرو شويه تاع الملح بسم الله، نديرو شويه تاع الحرور هكا باش ما تجيش العطريه مغلبه على بنه اللفت.
لا كثرتي السكن كبير وكل كلشي بيك البنات تروح تروح ما تقعدلكش كاع بنات لفت المره. هذه هي طريقتها نيشان، شوفوا هي والخرشف راهم كيف كيف. والخرشف اختي بغيت الثوم تاني نديرو دروك الحمص فوالا هكا اوب اي دوك شنو غادي ندير، غادي نطفيها بالمحامي. نجيبو الماء تاعنا اللي غلا اوب بسم الله نطفو به. عمرك ما تطفي لا كوكو تاعك بالماء بارد من تكوني مقليتها، ما بارد مي ما تقليش لا كوكو تنجمي تطفيها ما بارد بصح ديريها بارد في بارد كيما نقولو، بصح من تقلي الكيكوطه يقلك توجو الماء الغليان فوالا. غادي نزيد نغطيها غير شويه تاع الماء ونروحو نقول لفت باش نرموها معاها ديريكت تطيب. وراكم معايا وليت لكم اخواتاتي باش نقول لفت المره تاعنا كيما راكم تشوفوا كاينه. انا ما عنديش كيما قلت لكم مع هذيك تاع خرط خرط، الله يجعل على كيما قال لك يرحم هذاك اللي جاب لنا هذه اللي دار لنا هذا العمل هذا الاخرى لابارا يدويه تنقي بيها فوالا. هذه ساهله ماهله و 5 5. انا قلت لكم شوفوا انا الحاجه كاع لي غابيد فاسير راني نديرها، مانيش نحمل حاجه اللي تطول بزاف صاي ما قال لك مبقاوش عندنا الخاطر خلوا الخاطر للصوارح حتى اخرين هكا سيخت الكوزين اخواتاتي دي فوا تركبك لي نير. راكم معايا ولا ماكش معايا؟ خمي في الفطور وفي الحشا ومن بعد تاني ما تجي تحطيه حتى تنصهدي وكاع لي توك فيه سوايع تاكليه في دقيقه. لا لا ويا لا لا وقفنا كي صعيب سوء الكوزينه يحسن العون والله العظيم. ترشي ترشي سيخت لي كله ما شاء الله عائله كبيره ربي معاهم على يقول لك تعاونوا على البر والتقوى يا خواتاتي اللي عندها شي حد معاها في الدار يعاونها يلقي حسن العون شويه. هاني نقي كيما قلت لكم ها اللفت نقيتها هاني نقطعها ونغسلها مليح ونرميها في الكوكوطه فوالا. نزيد ندي هذه معاكم يا درا كاش برد راه عندكم كاش اكتبوا لي في لي كومونتير حنا في الحق تعرفوا هنايا صاي شتتني شان 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 مزيه عندنا زعما الحمد لله الاقامه في الديار وما برا لا خرجتي ولبسي دائما الدوبل غادي نضحكها الدوبل تاع السراويل الدوبل تاع التقاشي حاشاكم الدوبل تاع الشيلان. لا 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 اختي غير سكتوا البرد 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 والله ما تجي تخرجي ديك الخرجه تاع تبكي عليها. انا ولدي والله لا شافني خطرات الصباح من يخرج هكاك ولا كيما قال لك جات الحكومه تعاوننا تخليهم يقروا غير الصيف الصيف المشتا تخليهم في ديارهم ايوا مهم غادي نكمل لنا هذا الكونتيتي كاع تاعي تاع اللفت باش ما نطولش عليكم ونعاودو نتلاقاو باش نديروها في الكوطا ونبلعوها. هاني خواتاتي انا بعد ما درت اللفت المره نتاعي ديجا في الكوطا راهي طيب غادي نغسل غير موي عناس تاع القهوه اوف 5 5 ديجا غسلتها راه تاع القهوه النص اختي كل صباح اللي بديتي عليه تصبحي عليه وقتو والله العظيم في الليل ديفو نقص شي صوالح زعما خمل الصالون هكا ندير شويه تاع الانسبيراتور صباح الدار نقيه مي مالغري سا سبحان الله كل صباح تخرج لك حاجه. ايوا هذه هي هذه هي المراه المراه المكافحه انا نعطي نصيحه لبيتي جات لهم جايه من الطريق نقول لهم ما تقلقوش قولوا غير نتزوجوا الزواج ماشي ساهل مسؤوليه كبيره من ما تسني على روحك خمي مليح وديري استخاره ما عندك وين تربي زعما الزواج زوجي تزوجي مي حتى ديري بعدها تقرير وديري ديبلوم وديري فيرمي ديروا مستقبل كونو مستقبل مع الزوج وكاين اللي تقلق تزوج صغيره مي تزوج تندم وتعاود ثاني الله يستر يولد ديالهم ثاني ويغبنوا والديهم معاهم. اللهم تزوجي شاربة عقلك كبيرة كل عندك مستقبل تاعك بس كنت في الدنيا مش في الحل الوحيد هو الزواج لا الوقت رانا فيه الحل الوحيد ما عندك مستقبل بس كل صعابة الدعوة لم جيت المرأة ولا الراجل تا الراجل نقول له ما تقلقش حاول تتزوج وجيب الكنة لامك وانت لا خدمة لا
خدم ودير مستقبل، ما تغبر روحك، ما تغبر والديك، ما تغبر الزوجه تاعك بلوطار، او ما تكون مقيوم. هذيك هي، والله يسهل للجميع، والله يرزق الجميع زوجات صالحات وازواج صالحين يا رب العالمين. المهم خواتاتي، انا غادي نكمل لاكوكوط تاعي ونعاود نتلاقوا باش نشوفوا اللفت المره في صحن التقديم. هاني ولدكم خواتاتي، بعد ما طابت كما كنت تشوفوا لفت المره نتاعي، جات غير سكتو خاطره وثقيله وبنينه ما شاء الله. غادي دروك نحطها في صحن التقديم وتشوفوها معايا. هاي المرقب اللفت تاعي كما راكم تشوفوا، راني حطيتها في صحن التقديم، والله جات طايبه مسيسه، طايبه افون وبنينه ما شاء الله. كما راكم تشاهد كما راكم تشوفوا، راني درت معها حبيبه بطاطا باسكو عندي ولدي الصغير ما ياكلش اللفت هذه، مي تكون فريمون مره درت لها حبيبه بطاطا. تنجمي تستغني عليها غير اللي عندهم الوليدات كاني ما ياكلولهاش اللفت، دير حبه بطاطا ماشي مشكل. نتمنى يا ربي هاد لا فيديو تكون خفيفه وظريفه على القلب كيف العاده. نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.